كلهم يعني كلهم كان الشعار سابقا، أما اليوم كلهم شاركوا في التظاهرة، كلهم يعني كلهم. التظاهر هذه المرة لم يقتصر على الحراك المدني، إذ حضر مؤيدون للأحزاب سواء بدعوة من حزبهم أم من دونها. كلنا متحزبين بس مش ماشيين وراء أحزابنا على عميانة. وجود أحزاب من قوى 14 من آذار في السلطة لم يمنع ناشطيها من المشاركة أيضا. نحن ناشطين ب 14 آذار، وجودنا بالمظاهرة اليوم هو وجود كرمال الدولة، كرمال يشيروا الضرائب عن جيوب الناس، يحطوهم محل ما لازم تنحط الضرائب. ناس على اختلافاتهم اجتمعوا في هذه الساحة بمن فيهم ألد الأخصام، فإذا كان اللواء أشرف ريفي قد دعا للمشاركة فأن اللواء جميل السيد كان أول الحاضرين. النفايات، الضرائب، السلسلة، المشاكل الموجودة بالبلد هي نتيجة مش سبب، هي نتيجة وجود طبقة سياسية لا تشعر بالناس. أنا هيجة الدولة شو ما كانت قناعتي السياسية، الدولة عندي أولوية. هيدا شيء بفرقنا عن اللواء ريفي أو غيره من الأشخاص يلي يصطدون في الفوضى والديماغوجية والتعصب. من أيد من السياسيين أيد المشاركة، بس أيدها مش بصفة حزبية، أيدها بصفة دعم مطالب الناس اللي هي عم تقول بشكل واضح انه الشيء اللي صار بالاخر بالموازنه بالسلسله امر سافر ووقح. هذا تحرك للشعب اللبناني اللي بده ينزل، ما في حدا يمنع اي شخص انه ينزل يعبر. هي تظاهره لبنان كله، لكن تبقى صرخه هذا الطفل الاصدق انباء. نعيم برجاوي، قناه الجديد.